عليكم اخوي العزيز. كم شهر بالعربانة؟ 6 شهور. ابوك يا بدر ما ضرب جلطة دماغية؟ خلي شوية الجا. قل بابا لا يخاف انا اسمي معي. لا تقول لا يخاف. هذا ماما زين. بس لا يعجن على تاكل. انا خلي هكذا حلو. خلي بارك الله فيكم. ايه على راسي. لا تخاف. تعال هنا استاذ. اوكي بيت النوم الان. عافيك شاكر. هذا الان يمشي ان شاء الله. بس قول لا يخاف. بالالماني عشان بالالماني هم. إذا كنت أغن كان يشلوفن تظهر كان أمسان لفت ولكن هو خايف إن شاء الله قلاش خوف قلاش لوفن إن شاء الله جلطة دماغية. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مريت فهو يشفي حبل الشوكي طلع حبل الشوكي بشي شوف هذا الآن يسوي حتى يعرفون الناس الكاميرا يعرف شلون تضغط حبل الشوكي هنا تضغط هذا ضاربة جلطة دماغي وعنده خوف يخاف يمشي يكون تقول يا الله هذا حبل الشوكي يجي مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصل المفصل ضاغط على حبل الشوكي وضارب جلطة دماغ كم سنة ضارب جلطة دماغية كم سنة 15 سنة ضارب جلطة دماغية وبالمشي يخاف شنو السبب خوف والقهر والجلطة الآن يمشي بإذن الله سبب الله هذا هو علاج أي واحد عنده فقرات حبل الشوكي الشلل ما يستطيع أن يمشي هذا هو علاج 15 حباية البامية بيضطين وضرب تحت القدمين المشي لا يخاف إن شاء الله قلنا وضرب تفتح الشريان رجعنا أغلي كل الناس حتى لا يسرون فلوس فطر بوفتيا كاينز وفي الجيل دفلة بتسال الآن يمشي بإذن الله بس هو يخاف من المشي يلا كل باب العربي لا يلا انهض استيقظ يلا الله اكبر الله اكبر لا تخاف الله اكبر لا تخاف يلا الان تركض اذا ما تركض يلا تعال جيب ايدك لا تخاف يلا تخاف يلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يلا تعال شيخ تعال شبيك لا تخاف وحدك تعال لا تخاف ماشي خلاص بعد ما في عربانة تعال شيخ الله أكبر الله أكبر وصل الله على سيدنا أخواني هذا هو علاجك يا شيخ تعال تعال والسلام عليكم ورحمة الله خلي كلنا نصلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستاذ خلاص